عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. درت خبز تونس خلاص، درت خبز الباي خلاص، اليوم راح ندير كيك الاورانج اورانج كراميل. شنو نقول لكم؟ دوزوا معايا نشوفوا المقادير. هنا لي زانغريديون تاعي للكيك. واش عندي؟ عندي هنا 100 غرام تاع شوكولا نوار، عندي 100 غرام تاع شوكولاته سوداء. هنا شوكولا نوار تقدروا ديروا شوكولا اولي وتقدروا ديروا شوكولا بلون. عندي هنا 3 حبات بيض، الوزن تاعهم 190 غرام، وزنتهم انا بالبليكوك تاعهم 190 غرام. عندي هنا 130 غرام تاع السكر. عندي هنا بو تاع ياغورت ناتور، هنا تقدروا هاد ياغورت ناتور ديروا في بلاصتو الحليب. عندي قرصه تاع لافاني، عندي قرصه تاع الملح، عندي زست تاع اون اورانج مبشور لي برتقاله، وعندي تاني لو جو تاني تاع برتقاله. هنا لو جو تاع عصير البرتقال عندي 100 غرام داكور، وعندي هنا 100 غرام تاع الزيت. دونك 100 غرام تاع عصير برتقال، 100 غرام تاع الزيت. عندي هنا 200 غرام تاع الفرينه، وعندي كيس تاع خميره تاع الحلوى 10 غرام لاغاناش. هذه من بعد نحكوا عليها. الحاجه الاولانيه نحرق السكر تاعي. الحاجه الاولانيه نحكم هذوك 130 غرام تاع السكر نحرقو كراميل ساك. دونك نرميه غير بالعقل، نخليه يتحرق، ومن بعد ندقلاصي ب 100 غرام تاع عصير البرتقال. بس كلا سيزون دوكا تاع لي زورونج قلت جو بروفيت ندير منهم شويه وصفه تاع البرتقال. كسر هذو 3 حبات بيض، نزيد قرصه تاع الملح، لافاني بيان سور، نبدا ندرب هذاك البيض وعيني على الكراميل تاعي. انا غير بدا يولي البيض تاعي نصو، هكذا بدا يدير هاد البابل. نبدا نرمي الزيت تاعي غير بالعقل، وانا نضرب هكذا. دوكا واش ندير؟ حنا النار راهي طافيه، نطفي عليها ونديكلاسي بهذاك عصير البرتقال. هنا برك عندك 100 غرام تاع جي دورونج تكونوا ليجيرمون سخنتوها داكور. بسم الله تفرغوا فرغوا فريمون غير بشويه. نطفي لابلاك تاعي يعني هاي طافية، ونحط فيها على هداك المبوي. شوفو ها، دونك حكمت 130 غرام تاع السكر، حرقتها كراميل ساك، وجي ديكلاسي بهادوك 100 غرام تاع عصير البرتقال. دوك واش ندير؟ نحكم 100 غرام تاع شوكولا نوار، نفرخها عليها، باش تذوب الشوكولا وتهبط لي لا طومبيراتور تاع الكراميل و جو دورونج. نزيد هذاك لو زاس دورونج، لي زودور لابلاك تاعي راهي طافيه.
دوك نحكم هذاك البو تاعي في ناتور. ونعاود ندرب غير بالعقل. يولي عندكم خليط هكذا، نبدا نفرغ هذاك الخليط غير بالعقل برك. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما فرغت هذاك الخليط اللي كان شوكولا اللي كان كراميل سك، جي دي غلاسي بالعصير تاع البرتقال وزدت عليه 100 غرام تاع شوكولا، فرغته غير بالعقل. ها اللي كما راكم تشوفوا دركا واش ندير، نحكم كيس تاع الخميره تاع الحلوه 10 غرام، نزيد عليه 200 غرام تاع الفارينة، نخلطهم شوية ونفرخهم فوق الخليط تاعي. هكذا ونخلط غير بالعقل. طيب اللي عندكم الليكيد هكذا دوك شوكولات فيجي هكذا، نوجد ليمون ونعاود نتلاقى به. هنا خديت هاد الليمون تاوعي حملي، شوفوا كيفاش عاملين. هنا الطول تاعهم 30 سنتيمتر وهنا العرض 5 سنتيمتر. هاد الليمون تروحوا تكومونديو عندي يخدموا، شوفوا كيفاش عاملين، قولوا لي يخدم لكم واحد هكذا. فريش بابي كويسون من تحت وسبابي الي باسكو لا ماس تاعي فيها الزيت، كون فيها الزبده تفيجي، كي فيها الزيت تسيلي من تحت، دونك دو بريفيرونس نديرها هكذا. سبقت بابي كويسون هو الاولاني وسبابي الي من الفوق، وهذا الخليط تاعي يعمر لي دو مول. دونك نبدا نفرغ هكذا، هذا الخليط نقسمه على زوج وندخله في فرن 170 درجة حتى وين يطيب، حتى تدخلوا ام بيكا كيخرج لكم ناشف. صار دير لو كيك تاعكم راه واجد. سنزلو شوية لهنا هكذا وندخلهم في الفرن. باش ندير لاكاناش لاكتي كراميل واش ندير، نحكم هنا شوكولا، شوكولا تاعي لاكتي كراميل اللي سقسوني على الشوكولا اللي استعملتها هادي تاع كربون، هاي اللي مكتوب كراميل داكوغ، ماشي باش ندير بوبليسيتي ولا باش نوريكم هكا. هاي ليك كراميل هادي اللي درت منها، دونك تاخدو منها 100 غرام هامليك، من بعدا نزيد عليها 100 غرام تاع كريمة طازجة وقرصة تاع الملح. كي نقولو كراميل نقولو لا فلوغ دو سيل ولا لا بانسي دو سيل. حنا نذوب شوكولا تاعي، هكذا هذا شنو نحي هاد لاكاسخول فيها. هنا منين تعمرو الما شغل بماغي يوقع لكم هادي فوقاني، هادي هاد لاكاسخول شريتها لي مونا لي زهرة نحييها رحمه. هكذا بعد ما درت كامل الشوكولا تاعي دركا نفرغ عليها لا كريم ليكيد اللي قلت لكم 100 غرام. هكذا
بعد نخلطها في ريسيبيون ونخليها من بعد للتزيين. نتلاقاو حنا من بعد ان شاء الله كي يطيب لو كيك تاعي. الكيك تاعي شوفوا بعد ما طاب تقدروا هكذا ما تزيدوش كامل لا غاناش فو سوبودري ان بو دو سكر غلاس وتاكلوه بالصحه والهنا. اللي حبت تزيد باش نزيدوا له ان بو بلوس دو غورمانديز نحكم لا غاناش تاعي هكذا ونفرخ خالو غير من الفوق. زيد لو دوزيام هكذا ونغلاسيه عادي بهذيك لاكاناش نخليه يسيل سوغ لي كوتي. تزيدلو شويه منا كما راكم تشوفوا بعد ما غلاسيتو بلا غاناش فو بوفي سو بودري ان بو دو سكر غلاس ولا كاكاو من الفوق يعني تزين يرجع لكم ليكم. هكذا باكيت هنا عندي هذوك لي باستي تاع الشوكولا لاكتي كاراميل رميتهم شويه في البريون اليمونتير برونز وعندي هادو لي كونفي دورانج تاني رميتهم في البريون اليمونتير وعندي هادو تاني لي كونفي دورانج لي كنت وجدتهم. ندير تزيين بسيط نحكم هادوك لي باستي تاع الشوكولا بما انه هاد الكيك شغل تاعتي تولي جور نحكم شويه من هادو نديرهم هنا في الوسط هادو اعقدوهم ديروا شغل انو وخير والحبيبة تكونوا طوالا. تكون وقت لي زورونج وتكونوا قاعدين هي قد ما يكونوا طوال قد ما يكونوا شبان. شوفوا كيما هذه طويله شحال تجي شابه ما متعقدوها فاسينو هكذا. نزيد شويه تاع الكاكاو من التحت هذه هي الوصفه تاعي اللي كانت كيك كراميل اورانج. نتمنى ان شاء الله نالت اعجابكم نتلاقاو من بعد باش تشوفوها في شكلها النهائي. هذا هو لو كيك تاعي شوكولا كراميل اورانج هاولي كان قسمت منه ام بوبرك باش تشوفوا يجي شوفوا شحال يجي خفيف شوفوا وما يسحقش يتشرب شوفوا الداخل شوف كيفاش يجي ومام لا كولور تاعو شوفوا تجي انتخاب الكولور شوفوا واحد الريحة واش نقول لكم شهيتكم سامحوني في وصفات أخرى إن شاء الله.